تزعليش مني ولا يهمك. خلاص انا تعودت على كده. هعمل ايه بس؟ هعمل ايه بس يا مطر؟ انا فتحت لك قلبي يا مطر اكتر من 20 مره علشان تفهمي وتقدري اللي انا فيه. انا عارف ان انا بغلط في حقك كتير، بس معلش استحمليني غصب عني. ايه هتقولي برضو فش غل وحلاوة روح؟ ابويا هيجنني، مش عارف اعمل معاه. قلتلك قبل كده ابوك ما بيفكرش في حد غير في مصلحته وبس، ما صدقتنيش. قلتلك اني صدقتك، صدقت كل كلمة قلتيها، بس اعمل ايه؟ ابويا اتبرى منه؟ يا ريت نعرف. واللي مادة ايه؟ مش اخوك؟ بقولك ايه؟ الصبح على الصبح، انا مش ناقص كلامك ده على الصبح. يا براء انا عاوزاك تعمل الصح. اموت واعرف ايه هو الصح. عاوزاك تعرف ازاي تكسب من اي خساره، واذا كان خلاص ابوك كبر وعقله خف يبقى انت عقلك صاحي وقلبك ميت، وتعرف ازاي تستفيد من الكل. ازيك يا سوريا؟ ازيك يا باشا؟ انت متاكد ان محدش كان مراقبكم؟ انا نفذت الخطه بالحرف الواحد، يعني لو كان في حد ماشي ورانا يبقى زمان دماغه اتضربت في الخلاط. ده انا يا باشا اللي دماغي اتضربت في الخلاط من كتر اللف والهري والنكت. ما يصحش كده يا باشا، مش كل ما تبقى عايز تشوفني يعني هلف كعب داير كده والبس الهبه. يا بنت وطي صوتك، انت ما بتفصليش يا اخويا. براحه عليا شويه، ما تزقش كده. اخوكي اتكلمي عدل قدام الباشا. لا مؤاخذه يا باشا، حقك عليا يا باشا، معلش. روح انت عالي حضر اللي اتفقنا عليه، الميعاد الليله. تحت امرك يا فندم. تعيد يا بت. طيب يا بي. اقعد يا سوري. تسلم يا باشا. هو يعني لا مؤاخذه يعني انتوا هتروحوني يعني ولا هتعلقوني؟ لا مش هنعلقك، هنروحك. بس انت قولي لي ايه اخر الاخبار؟ والنبي يا باشا انت عسل. طيب كده وحنين. انا برتاح اول لما باجي اتكلم معاك، انت بتكلمني بهدوء. الباشا التاني على طول بيهب فيا كده زي القضا المستعجل، ما بيخلينيش اقول كلمتين على خلاص. يا باشا معلش انا اقولك الصراحه يا باشا، نفذت كل اللي انت طلبته مني بالحرف الواحد وكله تمام التمام، والراجل اطمني على الاخر. بس انت طبعا يا باشا يعني تفتح مخك معايا كده وتظبطني وتكلمني بالراحه، انا اجيب لك كل حاجه في الدنيا. انا طبعا الموضوع عندي مش موضوع فلوس، انا يهمني اخدمك طبعا بعناية واعمل لك كل اللي انت عايزه. ما دام انت بتعاملني كويس انا اديك. انا بس يا سوريا. ليه بس كده يا باشا؟ لسه كنت بقول عليك حنين وبتكلمني بالراحه. خلاص يا باشا. بص يا سوريا، ماشي انا جايبك النهارده عشان حاجه محدده. ماشي يا باشا اوامر. النوح بيحضر لشغلانه جديده. ايوه. الشغلانه دي عباره عن ايه؟ ايوه. النوح هيجيب شويه ادويه. شويه الادويه دول هيجيبهم باسم شويه اجزخانات. ايوه. الادويه دي سامه وخطره جدا جدا جدا. يا نهار اسود ومنيل، هيسمني كده؟ مش هيسمك لوحدك يا سوريا، كده يبقى ناوي يسمم المصريين كلهم. معلش يا باشا انا غبيه ما افهمش في الحاجات دي، والنبي معلش كلمني بالراحه. طيب بالراحه والنبي. يا باشا. ايه يا باشا؟ اديك نسيتيني اللي كنت هقوله لك. ولا يهمك يا باشا، نعيد من الاول. احنا كنا بنقول يعني ان انت طيب. خلاص افتكرت افتكرت افتكرت. بصي بقى، كل اللي انا عاوزه اسم اي اجزخانه من الاجزخانات اللي هتروح لها الادويه السامه الخطره جدا دي، ها؟ أو أي معلومة عن ميعاد الاستيراد. طب لا مؤاخذة يعني يا باشا، وأنا هعرف الحاجات دي إزاي يعني؟ إحنا جايبينك هنا سوريا عشان نعرفك هتعرفي الحاجات دي إزاي. ماشي، إذا كان كده ماشي.
طب انت بقى لازم تظبطني دلوقتي كوبايه شاي كده وشويه سندوتشات كده عشان الواحد جعان برضو. بقول لك ايه يا باشا، والنبي انت حنين وجدع كده وطيب، وشك سمح وانا برتاح لما بتكلم معاك، والنبي تضحك. عيال ولاد حرام يا فندينا، خبطوا البنيه وجريوا زي الفيران، محدش لمح حد فيهم. يعني شهود قالوا كلام كتير والحكومه بتحقق. افندينا يا بابا، معقوله كل ده يحصل لفوتنا؟ ما تقوليش انت مش عارف غلاوتها عندي. والله يا ابني اتلهينا، ومن ساعتها ما بتكلم روحها. الحمد لله. طب وهي عامله ايه دلوقتي؟ الحمد لله الدكاتره بيطمنونا. ينفع اشوفها؟ طبعا يا ابني. اه الدكتور خرج اهو. طمنا يا دكتور. الحمد لله بقت احسن دلوقتي. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. ربنا يوفقك. خميس. هو الدكتور قال ما نتعبكيش، بس انا حابب اطمن عليكي، اطمن على احلى بنت في الدنيا. ممكن تجيب ايدك؟ انا كده بقيت كويسه الحمد لله، وان شاء الله كمان هتبقي احسن. زعلان عشاني ولا صعبان عليك؟ مش عايزك تجهلي نفسك بالكلام، انا عايزك تعرفي كويس ان ولوتك عندي اللي عملها لا يدفع الثمن غالي. عايزين نفوق كده نرجع نذاكر، اطلعي قول جيبي على لوا. هدرجه بدلجه، حرموش غلموش مرهوش منتوش. الله حي وحياة امك، لو وريكي شغل الحل احوش بتاعك ده. جرى ايه يا ست شوق؟ مالك واخدين على الحامي كده وفير على اخر يخت؟ بتلعبي بيا الكوره؟ من ساعه ما شفتك وانت بتقولي لي كلام ما بيحصلش، اعمل فيكي ايه يا ست شوق؟ الحاجات دي ما تتخدش قفش كده، ده شغل ارواح. بسم الله الرحمن الرحيم، حلهوش مرهوش منتوش. لازم صبر ونية صافية. وانا بقى اللي نيتي بني ان شاء الله. يا ولية حرام عليكي، هو انا حلت غير نية؟ اسم الله عليكي يا حبيبتي، هو في زيك؟ ده انت ست البنات وزنت الستات وتطلعتي لحتي كده. خلاص يبقى ركزي مع ام شوية، راعي ربنا في الحجاب اللي بتعمليهولي، خلي الدنيا تتحرك شوية بدل ما هي واقفة ومحجرة كده. يا ولية حرام عليكي، ده نطلع لي حب الشباب. خلصيني. حطيت الحجاب في المكان اللي قلتلك عليه؟ لا ما قدرتش احطه في المكان اللي قلتلي عليه، بس حطيته تحت المخده اللي بينام عليها، بس ما حصلش حاجه ولا بيعبر امي. قوليلي كنت طاهره؟ ما انا طول عمري طاهره يا وليه. خلاص هتلاقي جاي رجالي ومتكعبل في عتبتك. متكعبل ازاي؟ بقولك بيعدي قدام باب الاوضه وكاني هوا. تقوليلي يتكعبل؟ هطلع له في الضلمه يعني واحط له قلب طوب علشان يتكعبل على وشه؟ انت هتجنني. اهدي بس واسمعيني. ما انت اللي بتقولي كلام يفور الدم يا حنطومه. ده اختبار من فوق، ولازم تبقى هده وتكني في اوضتك واستني. هتلاقيه جاي لك مخبط على باب اوضتك مقدم لك فروض الولاء والطاعه. وبادعي لي اوعي تنسي الاسم، حنطومه سقسقه عشان الدعوه تجوز. هات الكوز وسيب العجوز، هات الصغير اللي محير. اوعى وحياة امك، لو ما حصل الكلام اللي انت بتقوليه ده اللي هكون مبلغه عنك بنفسي. عارفه ده انا اللي هسلمك بايديا دول، وساعتها بقى بيوريني الكوز بتاعك ده هيعمل لك ايه. وفطره بفطره بقى. الله حي. ما تخلي مراتك تسيبها من حدوده حنتومه دي، دوليه نصابه واكله بعقلها حلاوه. هي بتفك عن نفسها شويه يا حاجه، انت عارفه انها مقطوعه وملاش حد يطل عليها ولا ياخد حسها غير حنتوم. مالك يا اخويا، بقالك مده كده مش عاجبني. سهلت عليك العافيه يا حاجه. لا انا حلو، طمني كويس. اوعى تكون اتقدرت من الكلام اللي قلته قدام النوح. انا مش قصدي اصغرك، لكن عايز اكبر خميس. ما تفرقش يا حاجه، كله محصل بعضه. تبقى انت زعلان من كده؟ او ازعل من ايه؟ الله، ما هي دي الحقيقه يا حاج.
خميس هو المعلم، محدش يقدر ينكر. وهي بانت يوم ما سابنا بقينا في النازل وانا ما قدرش اسد مكانه. ظهر ان انا كبرت وما بقتش حامل السوق. ما تقولش كده يا ابو سنة. ما اقولش كده ليه؟ الله، ما هي دي الحقيقه. هننكر؟ اللي ما يشوفش من الغربه اللي يبقى اعمى. وبعدين يعني احنا هناخد زماننا وزمان غيرنا يا حاجه، ده يبقى طمع حتى. ربنا يخلي لنا خميس ويبارك لنا فيه. ويخليك يا اخويا، خليك مع خميس. خميس من غيرك ظهره عريان وصدره مكشوف، اوعى تخلى بيه في يوم من الايام يا ابو سنه. خليك في ظهر خميس علشان نرجع اللي فاتنا ونرجع تاني سياد السوق.